دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية. أهلا 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 يا دكتور. أهلا وسهلا حضرتك أستاذ يوسف يا صديقي الجميل. أنت صديقي الجميل العزيز الرائع الفنان الكبير دكتور ربنا خالد. يخليك. نقول إيه بقى؟ إن شاء الله ألف مبروك على يوم الجمعة الجاية وبداية شديدة القوة أيضا لمهرجان القلعة. الله يبارك فيك. هو فعلا احنا بنبارك لبعض على مهرجان القلعة، لان مهرجان القلعة ده مناسبة سعيدة لكل القائمين عليه، ومش بس الجمهور هو اللي بيستنى المهرجان من سنة للسنة، كمان القائمين عليه بيبقى مصدر للسعادة ان احنا نتقابل مع الجمهور المصري الجميل، الأسرة المصرية البسيطة، ونبقى سعداء ان احنا نشوف في وشوشهم الفرحة بالسهرات الجميلة الفنية اللي هي بنجيبها لهم من الشرق ومن الغرب ومن كل مكان في مصر. دكتور خالد، دار الأوبرا المصرية بالبلدي كده شغالة، الله ينور، وبمنتهى النشاط وبمنتهى الفاعلية، وحاجة عظمة. والحقيقة دكتور خالد نجحت في إنك شديت كل الفئات العمرية إلى نشاطات وفعاليات دار الأوبرا المصرية. وهنا هيخليني هسأل، ماذا سنفعل في مهرجان القلعة؟ ما هو الشكل؟ إذا كان في أشكال جديدة، في مفاجآت جديدة، يعني إيه اللي موجود عندكم المرة دي؟ إن شاء الله مهرجان القلعة هيبدأ يوم الجمعة اللي جاية يوم 25، ولمدة 14 ليلة. كل ليلة المسرح بيستقبل فقرتين أو اثنين فنانين، وكمان عندنا مسرح تاني سرية الجبل، وده مسرح بيستقبل التجارب الفنية المختلفة زي الأورينتال جاز، زي الأغاني المصرية القديمة بتوزيع مختلف. يعني كمان التنوع اللي موجود، يعني هنبدا ان شاء الله بالفنان الكبير مدحت صالح والفنانه فايا يونان، والختام هيبقى الفنان العالمي عمر خيرت. الله. والفقرات بقى يعني في ليله صوفيه للشيخ المنشدين الفنان الجميل ياسين التهامي، وكمان المفاجأة ابن الأوبرا أحمد العمري، صوت جميل منشد على مستوى عالي جدا. في ليلة جميلة جدا هنسمع فيها الأوركسترا مع صوت الجميلة عبير نعمة والفنان المصري الجميل محمد محسن. في بقى لينا شماميان، نسمة محبوب، الفنان هاني شاكر، الفنان عايز حسوار، الفنانة نادية مصطفى، أنا مش عايز أنسى حد، الفنانة غالية بن علي. الحقيقة إحنا محافظين على إن يبقى في تنوع ما بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الحديثة وموسيقى الجاز. كمان في فقرة لأوركسترا القاهرة السيمفوني، وفقرات لتنمية المواهب. يعني الحقيقة يعني جايبين لك بوكيه بين الفنون المختلفه. ده توليفه تخض زي ما بيتقال، توليفه مبهره يعني. وطبعا الفنان الكبير وليد توفيق لاول مره يشارك. الله، ده حبيبي. طب دي حاجه حلوه جدا جدا جدا. طب اذا انا المواطن عاوز يروح ينبسط ويستمع، يعمل ايه؟ يتوجه الى القلعه، واحنا في اكشاك فيها تذاكر الدخول، وتذكره الدخول هي يعني بسعر التذكره الطبيعيه لدخول القلعه بس كده. ويوميا بنفتح من بعد الساعة 12، بيبقى موجود ناس في الأكشاك ويقدروا يتوجهوا في أي وقت للجمهور ويحجزوا. طبعا على الأكشاك كبير نظرا إن إحنا مش عايزين يبقى فيه زحام، ويعني وعايزين نسهل على الجمهور. يعني أنا
أروح أستمتع بكل هذه الموسيقى وكل هذه الأصوات الكبيرة جدا بنفس تذكرة الدخول بتاعة القلعة؟ بالضبط، هو ده هيك يعني. ايه العظمة دي؟ وده احنا بنعمله، دي خدمة او ده دور وزارة الثقافة طبعا وتوجيهات وزارة الثقافة دكتورة نبيل الكيماني، ان هو هي دي اهم محطة عندنا في السماء، المحطة اللي احنا بنقابل فيها الجمهور البسيط الجميل اللي احنا بنحس بسعادة ان احنا نقدم له طبعا الفرحة. صحيح صحيح صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور خالد، كل الشكر دكتور خالد داغر الموسيقار الكبير طبعا ورئيس دار الأوبرا المصرية. ده عمار يا مصر قوي قوي، كل الأسماء دي وبنفس تذكرة الدخول العادية لدخول القلعة، يعني عمليا في متناول أي حد.